حلاوة لحد هون وبس، لحد هون وبس يا حارة القصر. شو بدك نساوي عقيد؟ شو بدك نساوي؟ يا ابو ديب ما بدنا نساوي شيء. لا بدنا نساوي، إذا هلا ما سوينا أنت بدنا نساوي؟ من بكرة بكير أنا عند أبو الرشا، والله واللي اسمه والله صياح ورجال حارة القصب كلهم، لا امسح فيهم على حضن. بدهم اياها عقيد، بدهم اياها، هالمرة لازم تكون قتلتهم غير شكل. بسيطة، بسيطة يا حارة القصب. على قتلك. هيك قال لك دغام مكان. ايه والله هيك قال لي، بس هو حكى هيك شنو أول مرة بيهوس بني آدم. مثل ما بتعرف مظهر بيك، يعني أنت شغلته عندك بالأرض لحتى يبطل يسرق الناس، يعني شغلته سرقة، مو شغلته هيك شغلات قتل وما قتل. لازم يفهم إنه رجليه صاروا بالفلقة، إذا بيفتح تمه هيك ولا هيك. ما بيسترجي يفتح تمه بحرف مظهر بيك، لأنه هو بيخاف كثير يروح فيها. بعدين مظهر بيك أنت مالك علاقة بالموضوع، لا من قريب ولا من بعيد، وأنا أصلاً ما قلت له يقتل حدا من الناس. وفهمه إنه اللي بده يشتغل معي ويستفيد ويصير معه مصاري أنت مساكت، غير هيك أنا بشوف شغلي معه. لا لا خلص مظهر بيك، اتركه علي، أنا بضب له حنك وإذا فكر يفتح تمه بحرف. أيوه. وصاحبك قداس شو وضعه؟ صاحبي قداس عم جهز لك يا ليصير واحد من خدامين رجليك، عم خمره هيك على هادي، عم بطبخ لك بزر مخه، من اليوم رح بلش طرق على راسه ليروح نيفا. هي قوي النار تحت الطبخة. حاضر. الله يرزقك يا معلم، الله يرزقك ويطول بعمرك يا رب.